الكربون الأسود، كلمة السر وراء أشرس الغازات الدفينة التي تزيد التغيرات المناخية، هو ذلك الخطر الخرافي الذي هدد العالم بصورة مباشرة ربما أكثر من غيره، إذ يساهم بقدر غير مسبوق في ظاهرة الاحتباس الحراري، حيث يقوم بامتصاص ضوء الشمس وتسخين الغلاف الجوي. ولعل من أبرز مسبباته يأتي الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية كأهم مصادر للانبعاثات لملوث الكربون الأسود. ويمثل التخلص بشكل عشوائي من المخلفات الزراعية والمتبقيات الزراعية تحدياً كبيراً، وعلى مدار الفترة الماضية تم رفع الوعي بأهمية تلك المخلفات وإعادة استخدامها وتدويرها كمصدر من مصادر الحصول على السماد العضوي واستخدامها كعلف للحيوانات، إذ أن حاجة الفلاحين حالياً لعلف المواشي جعلتهم يفكرون جيداً قبل حرق المخلفات الزراعية. ليس ذلك فقط، إنما ظهرت حلول مبتكرة للتخلص من مصادر الكربون الأسود، وجاءت تجربة قش الأرز أحد أبرز تلك التجارب الناجحة، حيث يتم تدوير حوالي 99% منه حالياً، كما ظهر استخدام الدراجات كبديل للمواصلات كحل أمثل، ظهر جلياً في الإقبال على مشروع كيروبايك بالقاهرة والذي تتبناه الدولة كأهم الحلول السهلة للتغلب على الكربون الأسود. ومع وجود الإجراءات المحلية، ينبغي أن تظهر وبقوة مسؤولية دولية تتكاتف لمنع انبعاث الكربون الأسود، ومنها على سبيل المثال حظر أو تنظيم قطع وحرق الغابات، وإجراء اختبارات دورية لانبعاثات المركبات، وحظر وتنظيم بيع أنواع معينة من الوقود، بالإضافة لاشتراط استخدام أنواع وقود أنظف لاستخدامات محددة، والحد من استخدام المداخن، وطلب تصاريح لتشغيل المنشآت الصناعية وتوليد الطاقة وتكرير النفط وتجديد التصاريح الدورية أو تعديل المعدات. ومن اللافت للنظر أن غالبية انبعاثات الكربون الأسود تأتي من البلدان النامية أو كثيفة الغابات، ومن أكبر مصادر الكربون الأسود هي آسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا، وتمثل الصين والهند معاً 25-35% من انبعاثات الكربون الأسود العالمية. ولا يتوقف تأثير الكربون الأسود على التغير المناخي فقط، بل يتوجه رأساً للإنسان لينال من صحته وحياته، حيث تقدر منظمة الصحة العالمية أن تلوث الهواء يسبب ما يقرب من 2,000,000 حالة وفاة مبكرة سنوياً، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الانبعاثات الناتجة عن احتراق الديزل تعتبر مواد مسرطنة، وأصدرت بيانات تفيد بأن هناك أكثر من 7,000,000 حالة وفاة ناجمة عن تلوث الهواء في الأماكن المغلقة والمفتوحة، إلى جانب أمراض الرئة والسرطانات وتشوه الأجنة. ليبقى الكربون الأسود شبحاً ينبغي على الجميع التصدي له من أجل عالم أكثر أماناً للأجيال القادمة.